السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس بالضغط على كلمة الزر الأحمر أسفل الفيديو، ويا ريت اللايك المتين. فيروس كورونا يصيب الهواتف الذكية وسامسونج الناجي الوحيد. لم يعد يمر يوم واحدا من دون أن نسمع عن تداعيات فيروس كورونا على مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي، ومن القطاعات التي تتوالى الأنباء عنها قطاع الهواتف الذكية. فما العلاقة بين الاثنين؟ يعتبر السوق الصيني من الأهم عالميا لمبيعات الهواتف، ففي العام الماضي بلغت مبيعات الهواتف الذكية في الصين نحو 369 مليون هاتف، أي ربع مبيعات الهواتف الذكية في العالم. ولكن ضربة فيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين في الأشهر الماضية وأصاب عشرات الآلاف جاءت قوية على هذه المبيعات، وقدر الخبراء هبوط المبيعات في الصين بنحو 30%، في حين يقدر البعض التراجعات بنحو 50% تقريبا. وسيكون المتأثر الأكبر بذلك الشركات الصينية، وخاصة شركة هواوي التي تشكل لوحدها نحو 39% من مبيعات الهواتف الذكية بالصين، ومع بقية الشركات الصينية فهي تشكل نحو 85% من مبيعات الهواتف الذكية في الصين. ومثل هواوي ستتأثر أبل الأمريكية أيضا، لأنها تبيع أكثر من 27 مليون هاتف بالصين سنويا، في حين أن شركة مثل سامسونج لا تعتمد كثيرا على السوق الصينية، وحصتها هناك لا تتجاوز 2% من المبيعات. وعن مصانع الصين، تمثل المبيعات جانبا واحدا وهو أهمية الصين كونها سوقا للهواتف، لكن الأكثر أهمية هو أنها معقل صناعة الهواتف الذكية. وبحسب تقديرات بعض مؤسسات الأبحاث، تشكل الصين وحدها مركزا لصناعة 70% من الهواتف الذكية المباعة في العالم. وعندما تتوقف المصانع الصينية عن العمل، فإن ذلك يعني تضرر سلاسل توريد الهواتف الذكية في معظم أنحاء العالم. لذلك تم تخفيض توقعات مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم. هناك تقديرات تشير إلى أن المبيعات ستتراجع هذا الربع بنحو 12% لتبلغ 275 مليون هاتف. وبحسب تقديرات موقع ترند فورس، فإن شركة هواوي ستكون المتضرر الأكبر مع تراجع مبيعاتها بنحو 15%، وتأتي خلف هواوي شركة أبل التي من المتوقع أن تهبط مبيعاتها في هذا الربع بنحو 10%. أما أقل المتضررين فهي شركة سامسونج التي تعتمد على التصنيع في فيتنام وليس في الصين، وتوجد 8% من متاجر أبل في الصين، وتمثل مبيعات الشركة في الصين 17% من إجمالي مبيعاتها، والتي تشكل موطنا لنحو نصف موردي شركة أبل. ويعني ذلك أنه إذا ما توقفت مبيعات أبل في الصين أسبوعا واحدا، فإن هذا يعني خسارة الشركة لنحو 850 مليون دولار. وبعد هذه الأرقام، من الطبيعي أن نشاهد شركة أبل تخفض توقعاتها للمبيعات، وليس من المستبعد أن نشاهد شركات أخرى تفعل ذلك، لأننا عندما نتحدث عن الصين نتحدث عن مركز صناعة الهواتف الذكية في العالم كله. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، نقلنا لكم هذا الخبر من موقع سكاي نيوز بالعربية الإماراتي. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، ما تنسوش تدعمونا بلايك متين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.